النادي الاهلي بيسقط فخ التعادل قدام المقاولين عشان يبتعد خطوه اكتر من الصراع المنافسه على لقب الدوري، بل كمان النادي الاهلي حتى لو فاز في المباراه المؤجله الباقيه له مش هيوصل للمركز الثاني. النادي بيراميدز هيبقى ساعتها متفوق بنقطه، بس طبعا في مباراه ما بين الزمالك وبيراميدز يوم الاثنين اكيد في حد من الفرقتين هيخسر، او ممكن الفرقتين يخسروا بعض النقاط لو انتهى اللقاء بالتعادل. النادي الاهلي بيواصل نزيف النقاط في المباريات المؤجله زي ما عمل بالظبط السنه اللي فاتت، تفتكروا كان برضو متقدم في صداره الدوري مع الدور الاول، بعد كده بقى عنده مباريات مؤجله لما لعب في افريقيا والمونديال، رجع يلعب المؤجلات فقط كل النقاط، بل دلوقتي كمان الفارق بقى فعليا لو نادي الزمالك كسب يوم الاثنين نادي بيراميدز هيبقى الفرق 5 نقاط كامله قبل جولات قليله جدا، خلاص احنا بنتكلم 7 جولات فقط باقيه من الدوري، وبالتالي ان نادي الزمالك هو في حالته المعنويه العاليه جدا 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 دي يخسر 5 نقاط في مباريات ممكن يبقى امر صعب شويه. سواريش اتفاجئ باول 10 دقائق بانه مضطر يعمل تغييرين اضطراريين لاصابه صلاح محسن واحمد عبد القادر العضليه، الاصابات العضليه بتواصل مهاجمه النادي الاهلي، وبالتالي اكيد بيبقى ليها تأثير تكتيكي في أسلوب لعب الجهاز الفني وأسلوب لعب سواريش، لأنه أجبر أنه يعمل تغييرين على فترتين، يعني واحد وقع في الدقيقة 3 وواحد وقع في الدقيقة 10، فبالتالي أنت بتخسر فترتين من التغييرات اللي عندك، وبالتالي هو حتى أجبر أنه يعني كان عنده مساحة أنه يعمل تغيير في شوط مع بداية الشوط الثاني، قال لا عايز أحافظ على الفرقة، وفي الشوط الثاني ما عملش غير تغيير واحد هو نزول مجدي قفشة، واللعيبة أجبرت إن هي تكمل التسعين دقيقة، لا الأهلي عمل 3 تغييرات بس وفقط تغييرين. كابتن محمد عودة مدير فني نادي المقاولين واجه النادي الأهلي أقرب إلى 5-4-1، كانت بتتقلب ساعات في نهاية المباراة بقى خالص لما النادي الأهلي بدأ يضغط بكل خطوطه ويلعب الكرات العرضية ل 6-4-0، ما كانش فيه أي هجوم وكله متراجع طبعا وسط كم من اللعب العشوائي. الشوط الأول النادي الأهلي واحد من اللعيبه في وجهه نظري اللي عملوا اضافه النهارده زياد طارق لعيب اشول، لما بيلعب على الجبهه اليمنى بيقدر يعمل الكرات العرضيه بشكل افضل، واحد في النادي الاهلي دلوقتي بيعمل كرات عرضيه في وجهه نظري هو زياد طارق، افضل حتى من لعيبه النادي الاهلي الاساسيين اللي هو او الفريق الاول، لان زياد طارق اصلا مش لاعب فريق اول، المفروض هو لعيب يعني متاخد من فريق الشباب. زياد طارق لما بيلعب على الجبهة اليمنى وهو أشول بيدي مساحة حلوة قوي انه يلعب الكرات العرضية بشكل عكسي بشكل مميز كده، عملت خطورة كتير على مرمى محمود أبو السعود. نادي الأهلي استمر على 3-4-3 وحتى فعلا ان هي بتعمل عمق دفاعي، وبالفعل العمق الدفاعي استمر على النادي الأهلي وقدر ان هو مع بداية المباراة نشوفه بيلعب بيهاجم في أوقات كتيرة جدا على مرمى نادي المقاولين، وقادر ان هو يخترق الجبهات من داخل من على الاطراف داخل الملعب. طبعا كان في فكره ان صلاح محسن هو اللي يلعب وكنا هنشوف شكل مختلف، بس بعد اصابته اضطر سواريش انه يلعب حسام حسن مهاجم كلاسيكي مهاجم محطه، وبالتالي كان كل هم حسام حسن هو يستقبل الكرات الطوليه وينزلها ويمهدها اللاعب وهو يجري يلف ويخش منطقه الجزاء عشان يستنى الكرات العرضيه. الاسلوب ده نجح منه النادي الاهلي انه يجيب ركله جزاء، ركله الجزاء ضيعها علي معلول، وهنا نقطه مهمه جدا، فرقة النادي الأهلي في شكلها الحالي وفي مستواها الحالي ما تستحملش إنها تضيع ركلة الجزاء، ما تستحملش، ما فيش مساحة رفاهية عند الفريق إنه يستحمل ضياع ركلة الجزاء. وزي ما قلنا إحنا علي معلول الفترة الأخيرة عنده يعني مشاكل فنية كتيرة، وكمان واضح كمان هو مضغوط، ده ضغط نفسي، جاب واحدة في الجونة النهاردة بيضيع واحدة، فواضح إن في مشاكل، يعني مفيش ثبات على المستوى. انت ما بتقدرش تقول مثلا ان انا عندي لعيب مثلا زي زيزو في الزمالك، زيزو لما انت بتقول الداخل يلعب ركله الجزاء نسبه احراز ركله الجزاء ربما تفوق 80-20، في علي معلول هتلاقيها مثلا ربما 50-50، ممكن يجيبها وممكن يضيعها، لكن فريق الاهلي حاليا ما تستحملش ده، وعشان كده الفريق لما بيضيع ركله الجزاء بتلاقيه احبط كمان، يعني اللعيبه بتحبط اكتر وبتضغط نفسيا اكتر في المباراه، طبعا مع اكيد مع ضغط الجماهير المتواجده. واحده من النقط اللي اتعملت لحسام حسن داخل منطقه الجزاء كتير، الكوره اللي اتلعبت 1 2 ما بين علي معلول ولويس ميكيسون، وقدر علي معلول انه يخترق الجبهه دي، الجبهتين الاطراف بصراحه شغالين للاهلي 3-4-3 كويس جدا، يعني 3-4-3 بنشوف اطراف النادي الاهلي شغاله بشكل
مميز وبتعمل شغل افضل من اللي كان بتعمله في 4-2-3-1. وعلي معلول عمل كوره عرضيه كان حسام حسن وصل لهنا وبصراحه ضيع كوره غريبه جدا. كوره سهله جدا لحسام حسن كان ممكن هو يكملها داخل المرمى، لكن برضه ستيل الضغط العصبي وفي حاجات يعني في حاجات بسيطه كده ممكن تخلي اللاعب بدل ما يعني يجيب جون سهل جدا يضيع فرصه سهل جدا جدا جدا. وشفنا حسام حسن بيضيع الكره دي بغرابه، وده برضو امر اعتقد في وجهه نظري بيتماشى ويتواصل مع الضغط العصبي والنفسي اللي اللعيبه وقع تحتيه. نادي المقاولين ما فكرش خالص ان هو يهاجم النادي الاهلي غير عن طريق الكرات العرضيه والضربات الثابته. الشوط الاول ركنيات وضربات ثابته، ما شفناش جمل معموله. كانت محمد عوده عارف ان النادي الاهلي في وضعه ده لو انت فتحت له اي مساحات ربما يقدر يخطف منها، فهو كان محافظ تماما على الثلاثي الدفاعي بقياده فاروقه طبعا الموريتاني اللي عمل مباراه ممتازه جدا في الكرات الهوائيه، خدها كلها تقريبا. ما فيش حد من النادي الاهلي قدر ان هو ياخد كره عاليه من فاروقه وقدر يامن له الحته دي اللي هو كان عارف ان النادي الاهلي هيلعب عليها كتير طالما انه بيلعب بحسام حسن في خط الهجوم وان هو راس حربه كلاسيكي. في الشوط الثاني حاول سواريش انه يعمل تغيير تكتيكي بعد ما نزل مجدي قفشة وسحب كده غير اسلوب اللعب بتاعه وبدا يلعب بطريقه اقرب الى 4-2-4. بدا يزود حمدي فتحي، شفنا حمدي فتحي كتير عشان هو اللعيب الطويل بيخش جنب حسام حسن عشان ياخد الكرات العرضيه معاه، واليو ديانج وقفشة بقى هما في نص الملعب وقفشة بيلعب في العمق عشان يمهد الكوره ويحاول برده يلعب يسدد من خلال منطقه الجزاء او يلعب الكرات الطوليه. الطريقه دي كانت واضحه جدا جدا ان النادي الاهلي خلاص بدا يركز على الكرات العرضيه، وبالتالي كابتن محمد عوده مرجع واحد من هنا اهو وبقى حط هنا ستاره من ثلاثه او من اربعه بصراحه، يعني هو رجع المهاجم مش فيه مهاجمين خلاص، يعني بدا يحط كده اربع لعيبه في وسط الملعب عشان ياخدوا الكره الثانيه وراس السداسي الخلفي زي ما قلت لكم الفرق كلها اللي هتلعب قدام النادي الاهلي بالشكل ده. وطبعا حصل بقى الجدل على الهدف وخط التسلل اللي اترسم على ارجل مدافعي المقاولين، بس وضع في الاعتبار طبعا رامي ربيعه ما تدخلش في اللعبه. القانون بيقول ايه يعني تابعونا في يلا كوره عشان تشوفوا التقارير اللي احنا هننزلها مع الحكام كلهم، لكن الكوره جدليه محتاجين نرجع فيها للقانون ونشوف اللعبه دي حكم الفار هو اللي حسمها مش حكم الساحه مش كابتن محمد عادل، حكم الفار هو اللي حسمها وقال ان هي تسلل. وبالتالي كان طبيعي في الشوط الثاني ان الكوره دي هو ده الاسلوب اللي ممكن النادي الاهلي يعمل بخطوره على مرمى المقاولين. النادي الاهلي بيفقد نقطتين، الطريقة في وجهة نظري الشخصية يجب على سواريش انه يكمل بيها ما يتراجعش، ولازم الناس تصبر على الجهاز الفني لان واضح ان الفريق محتاج شغل كتير، لان واضح جدا جدا النادي الاهلي بيمر بكارثة في الاصابات العضلية. لا اتنين لعيبة بيقف اول 10 دقايق اكيد في وسط هذا الكم من الاصابات الوضع مأساوي، الوضع خطير جدا. النادي الاهلي محتاج ان هو يعيد هيكلة وتشكيل الأحمال بتاعت لعيبته، موضوع فعلا صعب للغاية ان انت كل مباراة بتفقد لعيبه، مش تفقده بس في المباراة دي لا، ده الاتنين دول صلاح محسن وأحمد عبد القادر مليون في المية مش هيلحقوا ماتش فرق يوم الأربعاء، فالإصابات دي إصابات قوية. فأكيد النادي الأهلي محتاج وقت من الصبر، محتاج وقت من الشغل، و جمهور النادي الاهلي مضطر ان هو يصبر لان فعلا الجهاز الفني ما زال ما تقدرش تشيله اي مسؤوليه من اللي بيحصل في الوقت الحالي، ان هو جه في وسط موسم وبيحاول يصحح ما يمكن تصحيحه حتى طبعا بقى نهايه الموسم 30/8، ومع الموسم الجديد بقى نبقى نشوف الخطه اللي هيحطها الجهاز الفني وساعتها فعلا نبدا نحاسبه. ده كان تحليل سريع لما حدث في مباراه الاهلي والمقاولين. شكرا جزيلا لكم، كنت معاكم كريم سعيد.